السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلابنا الحلوين؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا الآنسة عائشة ممس، رح أكون معكم اليوم بدرس جديد من دروسنا حياة بلقيس. بهذا الدرس رح نتعلم قيمة مهمة كتير كتير، يلي هي قيمة المحافظة على الأشياء أو الاعتناء بالأشياء أو استخدام الأشياء في مدرستنا بشكل صحيح وحذر. نقول بسم الله ونبلش الدرس مع بعض. özenli kullanıyoruz. özenli معناها باعتناء أو بحذر. kullanıyoruz نستخدم. شو هدول الشغلات يلي رح نستخدمهم نحنا بعناية أو باعتناء وحذر؟ düşünelim. خلونا نفكر مع بعض. شو بيخطر على بالكم نحنا بالمدرسة أو بالصف في شغلات لازم نستخدمها بكل حذر واهتمام بدون إسراف؟ عم يسألني هون أكلونوزدا سو المصايدة نلر أولوردو. سؤال كتير حزين. عم يحكي لي بالمدرسة أو بمدرستكن سو المصايدة لو ما كان في مي نلر أولوردو شو كان بصير؟ تخيلوا حياتنا بلا مي أو تخيلوا مدرستنا بلا مي، شو رح يصير؟ طبعا كارثة كبيرة، ونحن أكيد ما نتمنى أنه نعيش ولا يوم بدون ماء سواء بالبيت أو بالمدرسة. بعدين انجليلم يعني خلونا نلاحظ أو ندقق. görsellerdeki çocuklar kaynakları nasıl kullanıyor anlatınız. görsellerdeki في الصور هدول نسميهم görsel. çocuklar الأولاد أو الأطفال. kaynakları شو هن الكايناكلار؟ شو المقصود هون بكلمة كايناكلار؟ بيقصدوا فيها المصادر. مصادر شو طيب؟ في عنا نحنا سو كاينا مصدر الماء يلي هو مسلق الحنفية، أو في عنا أيضاً كاينا مصدر الإضاءة أو الإنارة يلي هي اللمبة، في عنا السكاينا مصدر الحرارة أو التدفئة، كمان هدول بيكونوا مثل الدوال غاز أو الكمور الفحم أو الحطب. كل هدول بنسميهم قصة كاينغا أو قصة ما كاينغا مصادر التدفئة. نصل كولانيور كيف عم يستخدمه؟ أنا طنز اشرحه. هلأ رح نشوف مع بعض هدول الأطفال كيف عم يستخدموا هي المصادر. أهم شي نكون فهمنا شو يعني كلمة كايناكلار. بالصورة الأولى مثل ما شايفين في عنا طفل صغير عم يطفي الضوء، عم يضغط على هاي الكبسة تبع الضوء، وهون في عنا لمبة مشتغلة. شو عم يحكي؟ açık bırakılan lambaları kapatırım. açık bırakılan المتروكة مفتوحة. لمبالار يعني اللمبات، هدول اللمبات المتروكة مفتوحة. kapatırım يعني بسكرة. برافو عليك كتير طفل شطور، يعني هو عم يسكر اللمبات المتروكة مفتوحة. طبعا هذا عمل جدا نبيل بالمدرسة، لأنه نحنا مسؤولين عن الإنارة بالصف، نحنا اللي بنشغل اللمبة ونحنا اللي بنسكرها، فإذا رفقاتي نسوا يسكروا اللمبة أنا بسكرها لحتى ما نصرف مصروف كهرباء زيادة. بعدين هاي البنوتة الحلوة شو عم تحكي لنا؟ لافابو و تواليتلري تميز كولانيرم. بستخدم لافابو هو المغسلة مثل هي، و تواليتلري هدول التواليتات تميز كولانيرم استخدمها بنظافة. طبعا نحن عنا ظاهرة جدا بشعب المدرسة انه كتير من الطلاب ما بيهتموا بنظافة المغاسل او التواليتات. ليش؟ لانه هي مانا لبيتهم، يعني هاي للعام الكل بيستخدمها، فبالتالي لانه هني مانو مسؤولين عن تنظيفها بتركوها وسخة او بدون ما ينظفوها. طبعا هذا الشيء جدا سيء، ولازم نحنا نتعامل مع التواليتات والمغاسل يلي بالمدرسة مثل ما بنتعامل معهم ببيتنا لحتى يضلوا نظيفين وما ينقلونا أوساخ وميكروبات. بعدين عنا بهاي الصورة في طفل عم ينظف إيديه بالصابون. ملاحظين هون في صابونة بإيده. اللي ريمي صابونلار كان لما بكون عم صابن إيديه مسلو كبطرم يعني بسكر الحنفية. مسلوك معناها حنفية، كبطرم بسكر. durularken açarım. durularken معناها لما بغسلون أو لما بشطفون بعد الصابون. açarım بفتحها يعني بفتح الحنفية.
في كتير طلاب مثل ما بتعرفوا لحتى يصير كتير رغوي على ايديهم بضلوا بيوصلوا ايديهم بالصابونة كذا مرة والحنفية مفتوحة وبينتظروا لحتى بدهم يشطفوا ايديهم لحتى يسكروا الحنفية، وهذا كله غلط طبعا لانه هو صرف وهدر للمياه. هون مثل ما شايفين عنا تدفئة بتكون على الدوال غاز او الكمون حسب شو واصلينه، وفي عندي شباك مفتوح. طبعا انتو لاحظتوا انه في تناقض بالموضوع، نحن لما بدنا نكون رح ندفي الغرفة وندفى لما بيكون شتاء، شو بنعمل؟ بنسكر الشبابيك وبنشغل التدفئة. طيب اذا الشباك مفتوح اذا بنشغل هاي التدفئة يومين ثلاثة اربعة رح يدفى البيت؟ لا ما رح يدفى البيت ابدا. فمعناها هون شو عندي؟ عندي قصة كايبة. قصة كايبة معناها خسارة حرارة او فقدان حرارة، يعني نحن عم نضيع هاي الحرارة يلي عم يعطيني اياها هذا الجهاز. قصة كايبنا أنلمك إيشن من أجل منع، أنلمك معناها منع، قصة كايبنا يعني فقدان أو ضياع الحرارة، كابو الباب، و بنجرلري معناها النوافذ، كاباترم كاباترم معناها بغلق أو بسكر النوافذ. وهي رابع معلومة من المعلومات اللي عم ناخدهم مشان نحافظ على المصادر في الصف أو المدرسة. صرا صرا معناها المقعد، مصا طاولة، جوب كتسو معناها سلة المهملات أو سلة القمامة، بانو هي اللوحة اللي بيعلقوها بالصف أو مسميها لوحة الحائط، صانداليا كراسي هدول، جيبي مثل هدول الشغلات، صنف اشياء لرنا اشياء الصف، اوزنلي كل نرم، اوزنلي يعني باعتناء وحذر، يعني ما بكسر المقاعد والكراسي وبكتب على الحيطان وبكب هاي التشوكوتس وسلة القمامة بالارض، لا طبعا كل هدول الشغلات ما بنعملهم ونستخدمهم بحذر وعناية. بعدين هلا يا حلوين نجي للفقرة المهمة جدا جدا، الفقرة الحلوة طبعا يحكي لنا اياها نصوح لنشوف شو رح نستفاد من هذا الدرس. اكل مصدى في مدرستنا، صمة تدفئة، تمزلك نظافة، و ايضا لنمجبي مثل الاضاءة او الانارة، احتياج لرمزة احتياجاتنا او حاجاتنا لهدول الشغلات، باز كاينكلاري كل نرك كاش لرز، يعني منلبي احتياجاتنا للإضاءة والتنظيف والتدفئة باستخدام بعض المصادر. كاينكلار المصادر، وحكينا ببداية الدرس شو يعني مصادر. انتوك أكثر شيء صو، الماء الكتريك كهرباء، أضن حطب كمر فحم، فيدوال غاز والغاز الطبيعي، جيبي كاينكلار مثل هذه المصادر، كاينكلار مصادر كل نرز، يعني بنستخدم هاي المصادر أكتر شي لحتى نلبي حاجاتنا للإضاءة والنظافة والتدفئة. طبعا بتعرفوا صو مثلا هي عبارة عن كاينك مصدر للنظافة، أنا إذا بدي نظف إيدي أو نظف صفي طبعا بحاجة للماء فبسميه صو كاينا يعني مصدر الماء، هو بيساعدني لحتى لبي حاجة النظافة. الكتريك كاينا مصدر الكهرباء طبعا بيساعدني لحتى لبي حاجة أيضا لنما الإضاءة، وأضن كمر دوال غاز هدول لحتى لبي حاجة الصنمة، الصنمة احتياجه يعني حاجة التدفئة. تمزلك مالزمسي أولاراك سو، تمزلك مالزمسي أولاراك سو يعني تمزلك يعني التنظيف أو النظافة، مالزمسي يعني أداة أو وسيلة، كأداة أو كوسيلة للتنظيف بستخدم الماء صو، صابون صابون، و ديترجان كل نرز، ديترجان هو اللودلين تعرفوا هذا اللي بنجلي فيه. أكل مصدكي كايمكلاري المصادر التي في مدرستنا، تمزلك مالزم الليريني أدوات أو وسائل التنظيف، و درس أراج كيرتش ليريني كل نر كان لما بنكون عم نستخدم درس أراتش كيرتش ليريني معناها أدوات ووسائل الدرس مثل الأقلام الكتب الدفاتر هذول بنسميهم درس أراتش كيرتش ليريني.
bilinçli olmalıyız. Bilinçli olmalıyız yani lazım نكون واعيين. bilinçli يعني واعي أو مدرك. يعني هذا هو ملخص درسنا، إنه نحن لما نستخدم أدوات التنظيف أو أدوات الدرس أو أدوات التدفئة لازم نستخدمهم بحذر وبدون إسراف وبدون إهمال. دقتلي كلن مليز، لازم نستخدمهم كمان بدقة أو بانتباه وحذر. أذنلي كلن رصاق، يعني إذا نستخدمهم بحذر أو باهتمام واعتناء تصرف يطمش أو تصرف يطمك بيكون وفرنا التوفير. كيف يعني توفير؟ يعني بدل ما استخدم لترين مي للتنظيف فيني استخدم لتر وعم يعطيني نفس النتيجة، فمعناها هذا اللتر الزيادة يلي صرفته أنا هذا بعتبره تبذير أو إسراف زيادة. فنحن لما نكون عم نعمل تصرف يطمك توفير نستخدم بس لتر، ما منكب مي كتير. في أكل بوتشي سيناء كاتكسا لمش أولروز. أكل بوتشي سي يعني ميزانية المدرسة. شو يعني ميزانية المدرسة؟ لنفترض إنه مدرستنا عندها 1000 ليرة، هي تعرفتها لحتى تدفع فواتير الماء والكهرباء في المدرسة لنفترض مثال. فنحن لما عم نصرف زيادة، لما عم نكب مي زيادة وبنترك اللمبة بالنهار مشتغلة، صابون بنستخدمه زيادة لحتى نشوف الرغوة، كل هدول الشغلات بتكون شو عم تخليلي الفواتير تكتر، ولما الفواتير بتكتر فبالتالي ميزانية المدرسة عم تتضرر. فنحن لما بنكون عم نعمل توفير وما بنصرف شو ممكن عم نساوي؟ وكل بوتشي سينا كاتكسا لمش قلرز، بنكون أمننا إضافة على ميزانية المدرسة أو حسننا من ميزانية المدرسة. هلأ هون عندي نشاط كتير حلو وكتير مهم. الشغضة بريلان جملة لري أوكيونوز. اقرأوا الجمل المعطاة في الأسفل. هدول الجمل دورو جملة لار إتشين دي، من أجل الجمل الصحيحة نحط دي أو هو عطينا دي. بلو من دكي كتجو يعني الصندوق أو هذا الفراغ يلي بقسم الدي. ينص جملة لار إتشين ي بلو من دكي كتجو بويا ينص، يعني لونوا الفراغ يلي تحت حرف الدي للجمل الصحيحة، ولونوا الفراغ يلي تحت حرف الياء للجمل الخاطئة. هلأ منشوف مع بعض كيف. gündüz sınıfta lambaları açık bırakırım. gündüz يعني نهارا أو في النهار، sınıfta في الصف، lambaları اللمبات açık bırakırım يعني بتركهم مفتوحين. طيب بالنهار بيكون أنا عندي إضاءة، إضاءة الشمس، بحاجة لأني شغل الضوء؟ طبعا لا، ما في أي حاجة لأني شغل اللمبات، فبالتالي عندي هاي الجملة خاطئة. فبجي بلون هذا الفراغ هيك عم نلونه يانلش يعني. صنف كتاب لومزدكي كتاب لري، الكتب التي في مكتبة الصف. طبعا بكل صف بيكون في عنا قسم بيكون في كتاب لك، كتاب لك يعني مكتبة منحط فيها الكتب التابعة للصف. أزنلي كل نرم، استخدمها بحذر أو اعتناء. هالكلمة كتير مهمة، يعني بيستخدمها بحذر أو اعتناء. أكيد صح، لازم استخدم المكتبة بحذر من دون ما كسرها، من دون ما شخط عليها، من دون ما لون عليها. كلامي من أجنو جركسي زيارة أجمم، يعني ألمي أجو يعني طرف القلم أو رأس القلم. نحنا في عنا كل قلم بيكون له طبقة صح؟ عم يقلي جركسي زيارة أجمم، ما بفتحه لغرض أو لمكان غير ضروري، يعني ما بكتب أو ما بفتح القلم إذا بدي أكتب على المقعد. طبعا هذا الشيء غلط، ما بصير أعمله. فكلامه هون صحيح، يعني دوره ما بيفتح قلمه أو طبقة قلمه لمكان غير مناسب أو غير ضروري. أكل كوريدور لارندا، في كوريدورات المدرسة أو الممرات. بوشا يانان لامبالاري كابطرم. بوشا يانان يعني المضاءة لغير سبب أو مضاءة على الفاضي. بوش يعني فارغ أو فاضي مثل ما عم نحكي نحن بالعربي. بوشا على الفاضي أو بدون سبب يعني أو بدون لزوم. يانان لامبالاري، يانان مو يعني محروقة يعني مضاءة. يانان لامبالار يعني الأتك لامبالار كابطرم بسكرة. هو عم بيقول
بسكر اللمبات المفتوحة بوشا أو جيركسيز، نفس المعنى جيركسيز أو بوشا يعني على الفاضي بدون لزوم في كوريدورات المدرسة. طبعا هذا عمل كتير مهم وكتير حلو، فإجابة دورو. صرالارن استنى سيفديم شكلري جزرم. لا، هون فعل جدا خاطئ، ما رح نسمح لك أبدا. صرالارن يعني المقاعد، استنى فوق المقاعد، سيفديم شكلري الأشكال التي أحبها تزرم برسم. معقول نحن نرسم على مقاعدنا أي شكل منحبه؟ طبعا غلط، وهذا فعل غير سليم، فبالتالي الجواب يانلش. درس أرج جرج لريني أذن لي كل نرم، يعني بيستخدم وسائل الدرس بشكل حذر أو باعتناء. حكينا شو هني أرج جرج لار أو درس أرج جرج لري، هن الأقلام والدفاتر والكتب وأي شيء بنستخدمه مشان الدرس، فبالتالي الجواب دورو. وهلأ خلونا نشوف هذا النشاط، كمان كتير حلو ورح يركز لنا المعلومات أكتر. أنا بهي الأتكندك أشغلك يجي جملة لري ويقون بورسلار لا إيش ليش ترينز، يعني أوصلوا أو وصلوا الجمل الصور المناسبة. عندي بهدول الجمل بدنا نتخيل إنه اللمبة عم تحكي، أو الحنفية مسلوك عم تحكي، أو الطاولة عم تحكي، أو الصابونة عم تحكي. ورح نشوف هدول الجمل مين ممكن يكون عم يحكي هون. نحنا بس عرفنا رح نوصل الجملة للصورة المناسبة. طيب نشوفهم مع بعض. بني كبط مي ونطرسان بوشاء كاردورورم، يعني إذا نسيت إغلاقي ونطرسان نسيت كبط مي إغلاقي بوشا على الفاضي أو بدون لزوم، أكار ضرورم يعني ببقى عم انسكب أو عم انكب على الفاضي. مين هي يلي إذا نسينا نسكرها رح تضل تكب على الفاضي؟ طبعا مسلوك يعني الحنفية، نوصلها لهون. طيب غيره جندز وقتي يعني في وقت النهار، أتشما بني ما تفتحني، جالكسيز يرى تكتمة الكترية. جالكسيز يرى يعني بدون لزوم أو في الوقت الغير لازم أو المكان الغير لازم، تكتمة لا تستهلك أو لا تسرف الكترية الكهرباء. مين بتتوقعوا يكون عم يحكي هيك؟ إنه ما تفتحني وما تستهلك كهرباء زيادة أو بغير لزوم. طبعا لمبة، لمبة رح تكون عم تحكي هذا الكلام. طيب تشوك كبوك أولسون دي، من أجل أن يحصل كبوك يعني رغوة، رغوة كلاتنا نحب نشوف رغوة صح؟ بني جالكسي زيارة هارجي أولسون يعني عم تصرفني بغير لزوم. نحن أمت بنشوف الرغوة؟ لما نكون عم نصابن إيدينا، يعني منضل نفرك الصابون لحتى نشوف رغوة زيادة. فهون مين ممكن يكون عم يحكي هذا الكلام؟ هون هاي البنت اللي عم تصابن الصابون اللي عم تحكي لنا انه ما تصرفني كتير لحتى تشوف الرغوة. طيب ومنشوف هذا الاخير ازريما يازلار يازيورسون، عم تكتب فوقي كتابات. همن بني اسكت يورسون، همن بني اسكت يورسون، همن فورا او بسرعة، يعني بني اسكت يورسون عم تخليني صير قديم، اسكي معناها قديم، اسكت يورسون يعني انت عم تخليني صير قديم. شو هو يلي بصير قديم كتير اذا كتبنا فوقه كتابات؟ هو المقعد، صرة او المصا، الطاولة. طبعا هاي الشغلات بنشوفها كتير نحنا بالمدرسة، في كتير طلاب بيكتبوا على الحيط او بيكتبوا على المقعد مع الاسف طبعا، وبيتركوا حنفيات المي مفتوحة او اللمبات مفتوحة. هدول الشغلات كلها لازم ننتبه لها وما نعملها نحنا بمدرستنا مشان نكون واعيين بلينشلي وللم، يعني خلونا نكون واعيين. وهيك بنكون انتهينا من درسنا، بتمنى يكون درس مفيد لكم واستفدتوا منه. بشوفكم ان شاء الله بالدروس القادمة. هوش تكلم، جورو شروز.